شو اخباركم؟ شوكم شباب؟ راح تنتخبون لو لا بصراحه؟ لا ليش لا؟ ما شفت تغيير مثل قبل، كل ما ننتخب كل ماكو تغيير، عارف انتخابنا ديش انتخابات ماكو، فشنس ماكو تغيير، نفس الوجوه جاي تجي. نعم اريد وجوه جديده، اريد حزب جديد، شيء يضمن انه ماكو شيء. هاي زين، والانتخاب مال مجالس المحافظات؟ اي نعم. صح لو لا؟ نعم. تتوقع ان ذولا اللي قاعدين ينتخبون او عفوا المرشحين راح يسوون شيء؟ والله عسى ولا عل يعني يسوون شيء. بس احنا اللي نشوفهم ده نشوف احنا المرشحين جاي توسلون 50,000 تعال انتخب، تعال تصور اي والله. طيب يا منطقة؟ مناطق انا يمنا بمنطقتنا. يعني هذا منطقتكم صار هذا الموضوع؟ اي صار. ثلاثة جوني مرشحين؟ ثلاثة يقول لي تعال اعطيني اصور لك هاي واعطيك 50,000 واعطيك 100 شو نسوي؟ مجرد بس ياخذ الهوية مالتي اصوات ياخذ اي والله هاي استنزل لك دوم عند تصوير اي والله اقلس عاد امشي واعوفه اذا هيك يقول لك شو تريده؟ يسوي لك بلد؟ ما يسوي لك بلد هذا والله ما يسوي لك بلد. هاي كارثة من يجي بمنطقتك حتى يقول لك اعطيني 50 اعطيك 50 واعطيني صوتك؟ اعطيني صوتك اي انتخب واسوي كيان وعايشني اسوي لك كيان واخليك هنا واخليك اذا صعدت اخليك عينك وشنو يسوي لك بلد هذا يعيش بيه غيرك؟ ما حيعيش غيرك. هذا جاي يفيد واحد يضر الاخرين هذا اللي فلا ننتخب ولا وصل يوم انتخابات. زين خليك انت اللي وراك بهذا الموضوع.